En tant que maman, c'est normal qu'il y ait beaucoup en fait, pas le stress. Je sais très bien que le stress d'Yali, je vais le passer à ma fille. Donc j'ai essayé d'être positive. On t'allaq bien Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que tu délis avec. Donc qu'il s'agit de dua. Donc voilà, donc c'était ça, alhamdoulilah. سبيسيال زعما واحد الاجواء اللي ماشي كالاعوام اللي فاتوا، مي بون داكشي كان منظم، زعما كنا كنحسوا براسنا مرتاحين فوالا، وزعما كانوا ميسرين معانا، كانوا مزيان جوغ على بورتي دو تو موند، مزيان جي لا فيريتي جوغ اي نوز اون مي دان دي كونديسيون مزيان مو جو فوا ابخي مزيان عطاونا ديزانفيكتون و هذا البافيت و سيتو لا فيريتي كانوا حاجين ما داش Donc c'était bien passé, alhamdoulilah, que je suis bien. Les questions c'était facile. Du coup, les rajah gadi job. Gardek chi knaqri na hatou lina f premier semestre ou gardek chi galna rah kayn. Ma kihkrouch ma walou. La kulchi mzyan. C'est عادي genre كي يقول لك فاش تخنق تقدر تهبطها عادي نورمال. ما كيحكروش في شي حوايج بحال هذا. كان سهل في المتناول يعني كان يعني الخلعة وهذا كلشي الحمد لله داز مزيان غير ديك 75% ما زادوش علينا شي حاجة جديدة ولا وداكشي كامل اللي كيتحط في الوطنية تحطو حتى هما يعني داكشي هو هذاك يعني داكشي اللي خدمنا هو اللي لقينا الحمد لله كنت مجموعة الخلعة ديال الامتحان او ميم طون ديال هادشي اللي جديد علينا وهذا يعني كنتمنوا ان شاء الله نجيبو مزيان والتوفيق للجميع الحمد لله دازو مزيانين كيف كنا متوقعين وكان كل شيء اللي كنا محتاجينه والحمد لله كل شيء داز مزيان